السلام عليكم. اليوم نبدأ في chapter 16. chapter 16 بيتناول مجموعة من أنواع مختلفة من elements. فهنا راح نغطي موضوع clutches, brakes, couplings و flywheels. فعليا إيش الإشي المشترك ما بين هذه الأنواع من components؟ الإشي الأساسي المشترك ما بينها إنها مرتبطة مع rotational motion. إشي منها وظيفته بيساوي dissipation للإنرجي زي حالة البريكس. البريكس مثلا عندك سيارة ماشية بسرعة معينة بدك توقفها، ففعليا هون بتساوي dissipation للإنرجي. في منها بيساوي transfer للإنرجي زي حالة الكلتش والكابلينز. كلتش والكابلينز بيساوي transfer للإنرجي. عندنا مثلا two shafts بوصلهم مع بعض. الفرق ما بين الكلتش والكابلينج إنه الكابلينج بيعطينا اتصال دائم ما بين هذول two shafts، بينما الكلتش احنا ما نتحكم، ممكن نفصل التو شافتس عن بعضهم، ممكن نوصلهم عن بعضهم. طيب وغير هيك في عنا فلاي ويلز. فلاي ويلز بتساوي ستورج للانرجي. طيب بالنسبه للكابلينجز نطلع عليها بشكل سريع على اساس مش راح نغطيها بتفاصيل هنا. فالكابلينج بشكل عام زي ما حكينا وظيفته انه يوصل تو شافتس مع بعضهم، فمثلا عندنا موتور مضخه بدنا نوصلهم مع بعض. بس الكابلينجز في منها انواع بسيطه، ممكن يكون ريجيد كابلينج زي هذا، يعني مجرد بثبتهم مع بعض بشكل من غير اي فلكسبيليتي. وفي منها اشياء تعطينا فلكسبيليتي زي هذا الديزاين، في ديزاينز مختلفه تعطينا شويه فلكسبيليتي. الديزاينز اللي بتكون فيها فلكسبيليتي زي هيك فعليا تسمح بشويه مس الاينمنت، تسمح بشويه اوفست، وبرضه بتساوي ابزوربشن للفايبريشن. طيب احنا هنا راح يكون تركيزنا في البدايه على موضوع البريكس والكلتشز. هسه البريكس والكلتشز من ناحيه الاناليسيس متشابهات جدا، فيعني فعليا نفس البروسيجرز نستخدمها للبريكس والكلتشز. ليش؟ شو وجه الشبه ما بين البريكس والكلتشز؟ هم فعليا متشابهات جدا من ناحيه انه بيكون في عندنا تو ممبرز، واحد مثلا سرعته زيرو والثاني بلف بسرعه معينه. في حالة البريك لما نطبق البريك فعليا راح يحاول يساوي يوصل هذول الاثنين مع بعض من خلال القوة اللي نطبقها، وبالتالي بصير عنا فريكشنال فورس. ففعليا البريك بحاول انه الممبر اللي بلف ينزل سرعته لزيرو، يصير نفس سرعة الممبر الثابت، فهذا وظيفة البريك. طيب الكلتش فعليا بيأدي نفس العملية بس بالعكس، عنا تو ممبرز، واحد بلف سرعة معينة والثاني ثابت سرعته زيرو. لما يصير engagement للكلتش فعليا الممبر المتوقف اللي سرعته زيرو تبلش ترتفع سرعته لحد ما يصير على نفس سرعه الدوران تبع الممبر اللي بلف. طيب فلهذا السبب فعليا من ناحيه الاناليسيس هم متشابهات جدا، ونفس البروسيجرز راح نستخدمها للبريكس والكلتشز. طيب لما بدنا نسوي اناليسيس لبريكس او كلتشز، شو هي الشغلات اللي بتهمنا ولازم نطلع عليها؟ اول شيء بدنا نفكر فيه اللي هو الاكشويتنج فورس. شو اللي مقصود به الاكشويتنج فورس؟ الاكشويتنج فورس مقصود فيها ببساطه اللي هي القوه اللي بنطبقها على البريك او على الكلتش عشان يؤدي وظيفته. هسه فعليا اللي بهمنا هنا واللي راح نركز عليه ونشوف كيف نحسبه اللي هو الماكسيمم فاليو ذا اكشويتنج فورس، اكبر قيمه من القوه ممكن نطبقها على البريك او الكلتش. فهنا الماكسيمم فاليو فعليا راح تعتمد على الماتيريال اللي نستخدمها، اللي هي فريكشن ماتيريال، لها قدره معينه على تحمل البريشر، لها قدره معينه على تحمل الحراره. ففعليا احنا هنا راح نهتم لقيمه الماكسيمم اكشويتنج فورس. طبيعي اذا طبقنا فورس اقل من الماكسيمم راح يكون الاداء تبع البريك او الاداء تبع الكلتش اكيد اقل. طيب الشغله الثانيه اللي بتهمنا راح نشوف كيف ممكن نحسبها، كيف ممكن نحسب قيمه الترانسميتد تورك. كمان مرة البريك أو الكلتش عشان يوصل هذول الاثنين مع بعض، يعني ينزل سرعة اللي بلف لزيرو أو يرفع سرعة المتوقف لسرعة الشافت الثاني، فعليا بصير في عنا تورك نتيجة الفريكشن. فبهمنا هنا نحسب قيمة الترانسميتد تورك. هسا لو طبقنا الاكشويتنج فورس الكاملة اللي هي الماكسيمم بيكون عندنا اكيد ترانسميتد تورك ماكسيمم، اذا طبقنا قيمة اقل من الاكشويتنج فورس اكيد ترانسميتد تورك راح تكون قيمته اقل. احنا هنا في عندنا تيرم نستخدمه ونسميه مثلا الكاباسيتي، فلما نحكي عن الكاباسيتي تبع بريك او الكاباسيتي تبع كلتش فعليا اكبر قيمة من التورك ممكن نولدها من هذا البريك او الكلتش لما نطبق الاكشويتنج فورس كاملة. طيب غير هيك برضه في حالة البريكس والكلتشز بصير عندنا انرجي لاس كمان مرة.
نتيجة الاحتكاك بصير في عنا تآكل في الماتيريال، وبرضه جزء من الانرجي بتتحول لثيرمال انرجي، فبما انه جزء انرجي تحول لثيرمال انرجي راح يصير عنا برضه تمبريتشر رايز. طيب اول ثنتين هذولا فعليا مرتبطات مع بعض بشكل مباشر، يعني كل ما زدنا الفورس مطبقينها نحصل على تورك اعلى، بس برضه في شغلات ثانيه ترتبط معاهم زي مثلا الجيومتري تبع البريك او كلتش، فالجيومتري تبع البريك او كلتش برضه راح تاثر على قيمه ترانسميت التورك. طيب نفس الشيء هذول الثنتين مرتبطات مع بعض بشكل مباشر، كل ما صار عندنا مور انرجي لاس اكيد تمبريتشر رايز راح يكون اعلى، بس برضو هنا في شغله مرتبطه معاهم اللي هي الجيومتري تبع الهيت ديسيبيشن سيرفيس. اكيد يعني اي بريك او كلتش بيكونوا حاسبين حساب انه في طريقه للتبريد عشان ما ترتفع درجه الحراره بشكل كبير، فكل ما زادت الانرجي فعليا بزيد التمبريتشر، بس برضو بدنا ناخذ بعين الاعتبار الجيومتري تبع الهيت ديسيبيشن سيرفيسز. هسا عندنا هنا في هذا الشابتر راح يكون تركيزنا على ميكانيكال اناليسيس، يعني راح نحكي بالدرجه الاولى على الاكشويتنج فورس على الترانسميتد تورك. بالنسبه للانرجي لاس والتمبريتشر رايز بغطيها عنا بالكتاب بشكل مختصر، بس فعليا يعني ممكن نساوي حسابات دقيقه للتمبريتشر رايز بالطريقه اللي موجوده عندنا في الكتاب، يعني طريقه فيري سمبلستيك. فعليا نحتاج سوفت وير شيء زي فاينايت اليمنت سوفت وير يقدر يساوي هيت ترانسفير اناليسيس اذا بدنا نحسب التمبريتشر رايز ونساوي الديزاين تبع الهيت ديسيبيشن سيرفيسز بشكل صحيح. طيب احنا راح يكون تركيزنا على الميكانيكال اناليسيس، راح نحكي على الاكشويتنج فورس والترانسميت تورك. طيب قبل ما نبلش الاناليسيس بروسيجر تبعنا بدنا نتعرف على الانواع الاساسيه للبريكس والكلتشز. كمان راح دائما هون نحط البريكس والكلتشز مع بعض، يعني كثير من السيستمز اللي راح نشوفها فعليا ممكن نستخدمها از بريك ممكن نستخدمها از كلتش. هسا عادة جرى العرف والاستخدام الشائع انه بعض الديزاينز تستخدم as brakes بعضها تستخدم عادة as clutches. طيب فاول انواع بدنا نطلع عليها اللي هي rim types، وكثير بنسميها فعليا انا خلال الحكي بدل ما احكي rim بحكي drum. طيب ففعليا التسمية الشائعة اكثر بسموها drum type. طيب drum type بيكون لها shoes، هذه الشوز تتحرك في radial direction، اما الشوز ممكن تكون internal shoes او external shoes. فمثلا هاي احد الديزاين تبع rim type او drum type، هذه هي الدرام، هذه هي القطعه اللي بتكون فعليا جوا الدرام، هذا الشوز تبعنا، وعلى سطح كل واحد من الشوز عندنا اللايننج اللي هي friction material، فبتطبق الفورس في radial direction لبرا، فبتضغط من جوا لبرا، فبصير عندنا احتكاك ما بين هذا السطح والسطح الداخلي للدرام، فبالتالي بتولد عندنا التورك اللي حكينا عنه. طيب هذا مع internal shoes. في برضه ممكن ديزاين يكون مع external shoes زي اللي هنا على سبيل المثال. طيب ففي عندنا في هاي الصورة برضه rim type مع external shoes زي ما احنا شايفين هنا الشوز او الفريكشن ماتيريال جاي من برا، ومنطبق الفورس من برا لجوا في الريديال دايركشن. طيب فاول نوع زي ما حكينا اللي هي ريم تايب، ممكن يكون لها انترنال او اكسترنال شوز. النوع اللي بعده اللي هو الباند تايب. باند تايب هو فعليا نوع سهل، وفعليا الكوست تبع الكونستراكشن تبعته قليله، بيستخدموه في اللو ديماندنج ابلكيشنز زي مثلا ممكن تشوفوا بعض المرات في البسكليتات او في بعض الادوات تبع التمرين زي مثلا بسكليت التمرين ممكن تشوف فيه شيء زي هيك. طيب فكرته ببساطه في ان هذه درام او الريم اللي احنا شايفينها بدل ما يكون ثابتين عليها سوليد شوز تضغط عليها بيكون ملفوف حواليها باند شيء زي القشاط او شيء زي البلت، بيطبقوا عليه تنشن، فمع زيادة التنشن بصير في عندنا فريكشن هون على السطح، فبالتالي بتولد عندنا التورك اللي بنحكي عنه. طيب غير عن الباند تايب في عندنا الديسك او الاكسيال تايبس، بعدين هذا اكثر شيء شائع اكثر شيء افكتيف واكثر شيء مستخدم حاليا. فمثلا عندنا اللي في هذه الصورة اللي هو تيبكال ديزاين للكلتش اللي بيستخدمه في السيارات، هون بنحكي على الكلتش اللي بيستخدمه في السيارات اللي لها جير عادي. طيب فهون الكلتش بيكون في عندنا ديسك زي هيك دائري فريكشن ماتيريال موجودة على الجهتين، وبنطبق الفورس في الاكسل دايركشن. يعني لاحظ في الريم تايب كنا نطبق الفورس في الراديال دايركشن اما من برا لجوا او من جوا لبرا، هون الفورس تطبق في الاكسل دايركشن والفريكشن ماتيريال بتكون على شكل ديسك. هسه في منه ديزاين مختلفة راح اتعرف عليها بعدين. طيب اخر نوع بدنا نتعرف عليه اللي هو الكون تايب. الكون تايب برضه هذا سمبل ديزاين
يعني بيستخدموهوش في الاوتوماتيف ابلكيشنز، بيستخدموه بعض المرات في الماشينز ك emergency brake في الغالب. طيب فكرته زي ما احنا شايفين فعليا فورس مطبقه في الاكسل دايركشن، عندنا قطعتين ماخذين كونيكال شيب، هذه القطعه الداخليه على السطح تبعها الفريكشن ماتيريال او اللايننج، لما نطبق هذا البريك فعليا هو في الغالب بيكون يعني مسحوب لورا، لما تسمح له يتحرك سبرينج بيدفعه لقدام. طيب فلما سبرينج يطبق الفورس بسبب ميلان اسطح اللي هون بصير عندنا ويجنج اكشن، ففعليا راح يتطبق عندنا هنا فورس عالية، فعلى هذا السطح كمان مرة راح يصير فريكشن وبالتالي راح تولد عندنا التورك. طيب هذه بعض الأنواع المختلفة عشان يكون عندنا يعني فكرة على أشكال مختلفة من بريكس وكلتشز. طيب خلينا نبلش في ستاتيك أناليسيس بروسيجر اللي راح نتبعه مع البريكس والكلتشز. هسا البروسيجر راح نتبعه بشكل عام ممكن نلخصه بثلاث خطوات. الخطوة الأولانية بدنا استيميت لشكل pressure distribution. طيب عندنا هنا يعني لما نطبق بريك أو كلتش بالمحصلة في عندنا قطعتين راح يضغطوا على بعض. هسا حسب شكل القطع اللي موجودة عندنا ممكن يتولد عندنا أشكال مختلفة من pressure distribution. يعني مثلا لو كان عندنا على سبيل المثال قطع فلات بيضغطوا على بعضهم، هنا ممكن نتخيل إنه راح يكون عندنا uniform pressure distribution. بينما لو كان عندنا مثلا قطعة curved تضغط برضو على curved surface، ففي هاي الحالة راح يكون عندنا non uniform pressure distribution، راح يكون شكله فعليا زي sinusoidal. طيب فأول شيء بدنا نستميت لـ pressure distribution. بعد ما تخيلنا شو شكل pressure distribution اللي موجود عندنا بناء على الجيومتري تبع الشو والسطح اللي بدي اضغط عليه، بدنا نحدد وين راح يكون موجود عندنا الماكسيمم بريشر. احنا هون راح نهتم كثير لقيمه الماكسيمم بريشر. ليش؟ عشان كل نوع من انواع الفريكشن ماتيريالز اللي بيستخدموها في البريكس او كلتشز لها قدره معينه على تحمل البريشر. الماكسيمم بريشر تحمله اي ماتيريال نسميه بي الاوبلي. طيب ففعليا الماكسيمم بريشر على الشو سواء بريك او كلتش اللي موجود عندنا، الماكسيمم بريشر راح نخليه مساوي للالاوبل تبع الماتيريال. هسه بقيه النقاط فعليا عليها بريشر اقل من الماكسيمم او فعليا راح يكون اقل من الالاوبل، ففعليا بدنا العلاقه ما بين قيمه الالاوبل اللي موجود في نقطه معينه وقيمه البريشر على كل النقاط الثانيه. طيب بعد ما طلعنا هذه العلاقه ما بين قيمه اللارجست بريشر وقيم البريشر عند كل النقاط الثانيه على السطح، وبعد هيك نساوي ببساطة مجرد static analysis، من خلال هذا static analysis راح نحسب قيمة الـ actuating force اللي هي ببساطة هنا الـ maximum force اللي بنقدر نطبقها لما نطبقها الـ largest pressure راح يكون مساوي للاول تبع الماتيريال، وبرضه من خلال الـ static analysis راح نحسب التورك كمان مرة. التورك اللي نحسبه هنا بما انه associated مع الـ maximum actuating force راح يكون الـ maximum torque اللي هو مسميه الـ capacity تبع الـ brake أو clutch. طيب بعد ما شفنا هذا البروسيجر بدنا نطبق هذا البروسيجر على اكزامبل سهل اساس نفهم الفكره بشكل عام. طيب شو بيعمل هذا الاكزامبل؟ اللي شايفينه هذا الاكزامبل شيء بسموه دور ستوب، عباره عن قطعه صغيره عاده تكون من هذا الحجم بثبتوها على زاويه الباب من تحت، الابواب اللي بيكون لها رفاص او زنبرك بيحاول يسكرها دائما. اذا بدك تخليها مفتوحه بزاويه معينه تستخدم هذا الدور ستوب. في الأصل بيكون مرفوع زي هيك، إذا بدك توقف الباب بتنزله زي هيك، فمع حركة الباب ببلش يصير عندك احتكاك ما بين هذا الشو، فهون بيكون عندنا قطعة ربر أو فريكشن ماتيريال بتحتك مع الأرض، فمفروض إنها توقف حركة الباب. طيب فهو يعني من ناحية الأناليسيس هو أحد أنواع البريكس، فخلينا نطبق البروسيجر تبعنا عليه. طيب بالنسبة للشو اللي عندنا هون بيكون بيفوتد يعني مركب على بن، فهون في عندنا بن راح نفترض انه الحركه بهذا الاتجاه، وراح نفترض انه مطبقين عليه فورس، هذه الفورس اللي نطبقها على البريك اللي هي بنسميها الاكشويتنج فورس. هسه في الواقع الدور ستوب احنا ما نطبق عليه فورس، بس يعني للاناليسيس عشان يكون عندنا كل شيء موجود راح نفترض انه مطبقين اكشويتنج فورس اف، مطبقينها بهذا الاتجاه. طيب غير هيك شو راح يكون عندي على هذا الفري بالد دايجرام؟ طبيعي راح يكون في عندي نورمال رياكشن، غير هيك راح يكون عندي فريكشنال فورس. فريكشنال فورس اكيد راح تكون معاكسه لاتجاه الحركه، فمعنى الحركه بهذا الاتجاه راح تكون معاكسه، وقيمه فريكشنال فورس هي كوفيشنت فريكشن في النورمال رياكشن. غير هيك على البن اللي هون راح يكون في عندنا تو رياكشنز، رياكشن في الاكس دايركشن ورياكشن في الواي دايركشن، وبرضه معرفين الجيومتري، هاي المسافه مسمينها بي وهاي المسافه العموديه مسمينها ايه. طيب
هذه اللي هي الكيس اللي عندنا. هسه بدنا نطبق البروسيجر اللي حكينا عنه. الخطوه الاولى بدنا استيميت للبريشر ديستريبيوشن. طيب هون بما انه في عندنا فلات سيرفيس، بضغط على فلات سيرفيس، راح نفترض انه في عندنا يونيفورم بريشر ديستريبيوشن. راح نفترض انه بريشر ديستريبيوشن زي هيك. طيب هسه بعدين هاي الاسامبشن اللي راح ناخذها للتبسيط وراح نمشي عليها. في الواقع البريشر ديستريبيوشن بهاي الحاله ما هوش يونيفورم. السبب هسه فعليا مع انه عندي هون فلات سيرفيس وبضغط على فلات سيرفيس، بس لاحظ انه هذا بيفوتد، يعني لما بده يتحرك فعليا هاي النقطه بدها تتحرك اكثر من هاي النقطه، ففعليا البريشر على هذه الكورنر راح يكون اعلى من البريشر على هذه الكورنر، ففعليا يعني الديستريبيوشن الواقعي اكثر راح يكون شيء زي هيك. اوكي، فالماكسيمم بريشر راح يكون على هذا الطرف، وهنا راح يكون عندنا بريشر اقل. طيب بس احنا من باب التسهيل بدناش نساوي انتجريشن، هنا بدنا نفهم الفكره على اكزامبل سهل، فراح نفترض انه في عندنا يونيفورم بريشر ديستريبيوشن. طيب بعد ما افترضنا انه البريشر اللي عندنا يونيفورم، فبعد هيك نحكي احنا راح نخلي البريشر على كل النقاط بما انه يونيفورم مساوي للاللاوبل، فكل النقاط عليها نفس قيمه البريشر، فاذا قيمه اللاوبل ممكن نوصلها على كل النقاط اللي موجوده عندنا، فالبريشر على اي نقطه راح يكون مساوي ل بي اللاوبل للماتيريال. طيب بما انه هنا شفنا شو شكل البريشر ديستريبيوشن وحكينا البريشر على كل النقاط راح نخليه مساوي للاوبل، نبلش بعد هيك بالستاتيك اناليسيس. طيب اول شيء قبل ما نبلش ستاتيك اناليسيس ونساوي سميشن اوف فورسز سميشن اوف مومنتس، بما انه حكينا كل النقاط عليها نفس اليونيفورم بريشر اللي هو مساوي ل بي اللاوبل، فاذا ان اللي هي ببساطه ريزلتنت تبع ديستريبيوتد بريشر او تبع البريشر اللي بياثر هون على الشو، راح تكون قيمه ان النورمال رياكشن بتساوي البريشر اللي هو مساوي ل بي اللاوبل مضروبه في مساحه الشو، فمساحه الشو A مضروبه في البريشر بي اللاوبل بيساوي النورمال رياكشن. طيب هسه هاي الايكويشن راح نستخدمها كمان شوي، خلينا نبلش في ستاتيك اناليسيس. راح ناخذ سميشن اوف مومنتس حوالي هاي النقطه، والسميشن اوف مومنتس لازم يكون مساوي زيرو. طيب شو في عندنا مومنتس حوالي هاي النقطه؟ بدنا ننتبه هون انه فعليا راح يكون عندنا 3 كومبوننتس للمومنت. اول شيء في عندنا مومنت ناتج عن الاكشويتنج فورس، شو قيمته؟ الاكشويتنج فورس مضروب في الهوريزونتال ديستانس بي، وبياثر بهذا الاتجاه كاونتر كلوك وايز. طيب غير هيك في عندنا كمان مومنت ناتج عن الفريكشنال فورس، شو قيمته؟ فريكشنال فورس هي كاوشن فريكشن في النورمال مضروب في المسافه العموديه A، وبرضه بياثر في هذا الاتجاه اللي هو كاونتر كلوك وايز. طيب غير هيك في عندنا مومنت ناتج عن النورمال فورس، شو قيمته؟ النورمال فورس في الهوريزونتال ديستانس B، وهذا راح يكون ياثر في هذا الاتجاه يعني كلوك وايز. طيب فاذا هاي المومنت سميشن ايكويشن، فراح يكون عندنا اف بي اللي هو المومنت تبع الاكشويتنج فورس ناقص ان في بي اللي هو المومنت تبع النورمال فورس زائد اف في ان في الديستنس اي اللي هو المومنت تبع الفريكشنال فورس، مجموعهم يساوي زيرو. طيب هذا الوضع راح يكون اذا الحركه بهذا الاتجاه. هسه برضه بدنا نفترض الكيس الثاني عشان بس نفهم الفكره. طيب لو كانت الحركه بالاتجاه المعاكس شو اللي راح يصير؟ هذه راح ينعكس اتجاهها وراح تصير زي هيك، ونفس الشيء هي كوفشن فريكشن في ان، فاذا في هذه الايكويشن بدل الزائد اللي هنا راح تصير ناقص. طيب هسه هذه الايكويشن راح نعوض فيها قيمه النورمال اللي هو بي اللاوبل في اي، وبعد هيك راح نحل الايكويشن عشان نطلع قيمه الاكشويتنج فورس. هسه شو قيمه الاكشويتنج فورس اللي احنا راح نطلعها هون؟ فعليا القيمه اللي راح نطلعها هي قيمه الماكسيمم اكشويتنج فورس اللي لو طبقتها كاملة البريشر على كل النقاط هنا راح يوصل للماكسيمم اللي هو بي اللاوبل. طيب اذا لما نحل الايكويشن بيطلع معانا قيمة الماكسيمم اكشويتنج فورس بالشكل التالي، اف بتساوي بي اللاوبل، اي اللي هي الاريا تبعت الشو، في بي ناقص الكوفشنت فريكشن في اي تقسيم بي. هذه اذا الحركة بالاتجاه اللي احنا شايفينه، إذا الحركة بالاتجاه المعاكس راح تطلع معانا هنا في الإيكويشن زائد هذا الترم. طيب هسا احنا هنا حسبنا الأكشويتنج فورس في حالتين، حالة إنه الحركة بهذا الاتجاه، حالة الحركة بالاتجاه المعاكس. شو الفرق ما بين الحالتين؟ الفرق ما بين الحالتين
انه انعكس اتجاه المومنت اللي ناتج عن فريكشن فورس، يعني عكس اتجاه فريكشن فورس فالمومنت اللي ناتج عنها انعكس. في الحاله الاولانيه الموشن بهذا الاتجاه، لاحظ انه المومنت تبع فريكشن فورس في نفس اتجاه المومنت تبع الاكشويتنج فورس، ففعليا فريكشن فورس بيساعد الاكشويتنج فورس عشان تضغط على السطح. الحاله الثانيه هذا معاكس الاكشويتنج فورس، ففعليا في هاي الحاله بس الاكشويتنج فورس اللي هي بتحاول تضغط، النورمال والفريكشن بيعاكسوها، وهذا فعليا اللي احنا شايفينه في الايكويشن. حاله الحركه اللي احنا شايفينها راح يكون عندنا اشاره ناقص. في هاي الحاله بنحكي انه البريك اللي عندنا سيلف انرجايزنج بريك. شو معنى سيلف انرجايزنج بريك؟ البريك فعليا هو بيحاول يساعد نفسه عشان يطبق البريشر. كيف بيساعد نفسه؟ من خلال فريكشنال فورس. فريكشنال فورس تعطينا مومنت في نفس اتجاه المومنت تبع الاكشويتنج فورس، فبالتالي راح نحتاج قيمه نوعا ما صغيره من الاكشويتنج فورس. اذا الحركه بالاتجاه المعاكس راح تصفي الايكويشن زي هيك، فبما انه زائد يعني لاحظ انه راح نحتاج قيمه كبيره من الاكشويتنج فورس. ليش؟ عشان الاكشويتنج فورس هي بس اللي بتضغط على السطح وفي عندنا تو مومنتس بيعاكسوها. طيب فاذا هذه الحاله بنسميها سيلف انرجايزنج، الحاله الثانيه بنسميها سيلف دي انرجايزنج. طيب لو فكرنا هون مين الافضل؟ اكيد الافضل انه يكون سيلف انرجايزنج. ليش؟ عشان مش راح نحتاج قيمه كبيره من الاكشويتنج فورس. طيب ممتاز، احنا بنفضل انه يكون سيلف انرجايزنج. بس هون بدنا ننتبه لشغله مهمه، لما يكون عندنا سيلف انرجايزنج بريك، لاحظ في عندنا بي ناقص كافشن فريكشن في اي. ففعليا قيمه الاكشويتنج فورس ممكن تطلع بوزيتيف اذا كانت هاي اكبر من هاي، ممكن تطلع زيرو اذا هذول التو تيرمز متساويات، ممكن تطلع نيجاتيف. شو معنى كل حالة من هاي الثلاث حالات؟ طيب إذا كان عندنا سيلف انرجايزنج بريك وطلعت الاكشويتنج فورس بوزيتيف، معناته إنه فعليا إحنا بنحتاج نطبق فورس معينة، مثلا خلينا نحكي طلعت قيمتها 100 نيوتن، فبيعنينا إنه بنحتاج نطبق 100 نيوتن، إذا طبقنا ال 100 نيوتن البريشر هون راح يوصل للأوبل. طيب لو طلعت الاكشويتنج فورس زيرو، في هاي الحالة معناته إنه من غير ما نطبق الاكشويتنج فورس البريشر على السطح اللي هون راح يوصل للماكسيموم اللي هو الاوبل من غير ما نطبق الاكشويتنج فورس. وفعليا هذا الشيء اللي احنا بدنا اياه بالنسبه للدور ستوب. زي ما حكيت لكم البدايه الدور ستوب احنا مش مفروض نطبق عليها فورس، هي مفروض توقف الباب لحالها. ففعليا اذا بنحسب لها اف راح تطلع الاف زيرو. لما تطلع معانا الاف زيرو هاي الكيس بنسميها سيلف لوكينج. فاذا قيمه الفورس زيرو بنحكي انه البريك اللي عندنا هو عباره عن سيلف لوكينج بريك. شو معنى سيلف لوكينج بريك؟ يعني بعطينا الكباسيتي تبعته كامله من غير ما نضطر نطبق عليه اي فورس. هسه هل هذا الشيء مرغوب؟ مرغوب مثلا في هاي الحاله، مرغوب مثلا في حاله انه عندنا امرجنسي بريك. بس لو كنا اكيد بنحكي على بريك تبع سياره، انت بدكش بريك سياره انه مجرد ما تلمسه دائما راح يوقف لك السياره على طول، انت بدك تتحكم فيه. فاذا في حاله بريك زي بريك السياره اكيد بدنا The actuating force تطلع معانا positive value عشان احنا من خلالها نتحكم في الكباسيتي او نتحكم في التورك اللي بعطينا اياه البريك. طيب ظلت علينا الحاله الثالثه، اذا طلعت The actuating force negative، شو معنى هذا الحكي؟ اذا طلعت negative معنى هذا الحكي انه هذا البريك انت لو تركته لحاله راح يضغط على السطح ببريشر اعلى من اللاوبل. فانت في الواقع راح تحتاج لفورس معاكسه عشان تمنعه انه يتجاوز الاوبل بريشر. هسه هاي الحاله اكيد ما بدنا اياها انه تطلع الاكشويتنج فورس نيجاتيف. فاذا احنا يعني ما بين حالتين بالنسبه للسيلف انرجايزنج، اما اف بوزيتيف وهذا بنحتاجه عاده في البريكس اللي احنا بدنا نتحكم فيها، او تطلع الاف زيرو، هذا بنسميه سيلف لوكينج بريك، وعاده بنستخدمه كامرجنسي بريكس او اشياء زي هيك. طيب بعد ما تعرفنا على الاناليسيس بروسيجر تبعنا بشكل بسيط ومختصر، راح نطبق هذه الفكره على انواع من البريكس والكلتشز ونشوف كيف ممكن نحسب الاكشويتنج فورس والكباسيتي. طيب قبل ما نروح لهناك بدنا يعني نفهم شغله بالنسبه للديزاين تبع البريكس والكلتشز. انت لما يكون مطلوب منك مثلا تساوي ديزاين لبريك او كلتش، شو المعلومه اللي بتكون معطاه بالنسبه لك؟
المعلومة اللي تكون مطلوبة بالنسبة لك اللي هي الكاباسيتي تبع البريك المطلوبة، يعني مطلوب بريك يعطينا تورك كذا، وهذا على ايش بنحسب؟ مثلا لو كنا نحكي عن بريك سيارة بناء على وزن السيارة، على المسافة اللي بدهم السيارة تتوقف خلالها، فباستخدام الداينامكس نقدر نحسب كم قيمة التورك اللي نحتاج نطبقه على البريكس عشان نوقف السيارة. طيب احنا بيكون معانا الريكوايرد فاليو اوف تورك اللي هي نسميها الكاباسيتي المطلوبة للبريك. هسه بناء على هذا المعلومة انت بدك تسوي ديزاين للبريك. خلال ديزاين تبع البريك فمثلا انت بدك تروح تختار فريكشن ماتيريال مناسبه، في انواع مختلفه من الفريكشن ماتيريالز راح تطلع على تيبل بعد هيك. كل فريكشن ماتيريال لها قيمه معينه كوفيشن فريكشن، قدره معينه تحمل بريشر، قدره معينه تحمل الحراره، فيعني في عندنا خيارات كثيره بالنسبه للفريكشن ماتيريال. غير هيك الاريا تبع فريكشن سيرفيس، يعني قديش كبر شو بدك، شو كبير حجمه شو صغير حجمه، فهذا برضه شغله ثانيه تتحكم فيها من خلال الديزاين. غير هيك الجيومتري، فمثلا لو كنا نحكي على درام بريك اكيد كل ما كبرت الدرام راح يزيد التورك في، يعني لما نطبق نفس فريكشنال فورس مع زياده الراديوس اكيد التورك راح يزيد. فيعني في عندنا هون كثير فاريبلز، فاكيد بنحاول دائما ناخذ الديزاين ريكويرمنتس كامله ومنساوي برايور ديسيجنز زي ما كنا نحكي دائما، وبالمحصله اي ديزاين بروسيجر اكيد راح يكون في ايتريشن، فزيه زي الديزاين تبع سبرينجز، زيه زي الديزاين تبع جيرز، اكيد راح يكون في عندنا ايتريشنز متعدده وممكن اكثر من الديزاين يحقق الهدف. اسف علينا احنا في هذا الشابتر مش راح ندخل في تفاصيل الديزاين تبع البريكس، راح نضلنا بس نساوي اناليسيس. طيب شغله اخيره زي ما حكينا مساله السيلف لوكينج، بدنا ننتبه انه في كثير من الحالات احنا ما بدنا البريك تبعنا يكون سيلف لوكينج، بدنا اياه يكون سيلف لوكينج اذا كنا بنستخدم كمان جنسي بريك عشان نوقف ماشين شيء زي هيك، بس في الواقع احنا ما بدنا البريكس تبعتنا تكون سيلف لوكينج. طيب خلينا نبلش الاناليسيس تبعتنا، نحكي عن ريم بريكس مع internally expanding shoes. طيب كما مرة احنا نحكي هنا بشكل عام هي breaks او clutches، بس في الغالب هاي تستخدم كbreaks. طيب هسا فعليا اي rim break او rim clutch فعليا لازم يكون عندنا ثلاث اجزاء اساسية. شو هي ثلاث اجزاء اساسية؟ اول اشي mating frictional surfaces، لازم يكون عندنا يعني surfaces عليهم frictional material. فمثلا لو طلعنا على example اللي هنا اللي شايفينه هون هو typical example للrim brake أو drum brake المستخدم في السيارات. عادة هذا مستخدم على العجلات الخلفية، حاليا في السيارات designs الجديدة بطلوا يستخدموا هذا، صاروا يستخدموا disc brake، بس يعني فعليا still في بعض السيارات بيستخدموا فيها drum brake زي اللي شايفينه. طيب فأول شيء لازم يكون عندنا mating frictional surfaces، فزي ما انتم شايفين عندنا هون الشو، هاي الشو الثاني محطوط عليه لايننج او فريكشنال ماتيريال، وفي عندنا درام من برا هذا الشو بضغط على السطح تبع الدرام، فهذول هم الميتنج فريكشنال سيرفيسز. طيب غير هيك راح نحتاج مينز فور ترانسفيرينج ذا تورك، فمثلا هذه الدرام القطعه الخارجيه زي ما انتم شايفين ثبت عليها البراغي اللي هي نسميها اللوجز، وهذه مثبته مع العجل فبتساوي ترانسفير للتورك من العجل للدرام، وهذه القطعه بتكون مثبته مع السسبنشن وثابت، اوكي؟ فهيك نساوي ترانسفير للتورك من العجل للفريم عشان نقدر نوقفه. طيب غير هيك الاكشويتنج ميكانيزم، لازم يكون عندنا اكشويتنج ميكانيزم. شو المطلوب بالاكشويتنج ميكانيزم؟ اللي هي الميكانيزم اللي نستخدمها عشان نطبق الاكشويتنج فورس. زي ما حكينا احنا نتحكم في التورك اللي بيعطينا اياه اي بريك او كلتش من خلال انه نطبق قيمه معينه للاكشويتنج فورس، فلازم يكون عندنا اكشويتنج ميكانيزم. طيب في هذه الحالة الاكشويتنج ميكانيزم هي الهيدروليك سلندر اللي شايفينه هون، الشوز فعليا بتكون بيفوتد مثبتة هنا، وبيكون في عندنا هنا هيدروليك سلندر بيجي الزيت على ضغط معين فبيطبق الفورس المناسبة على هذول الاثنين، وبيكون عندنا برضو بالعادة سبرينج. هذا سبرينج مهمته انه لما ببناش البريك يكون مطبق بسحب هذول عشان ما يضلوش ملامسات ويحتكوا مع السطح الداخلي للدرام. طيب هسه بحسب نوع الاكشويتنج ميكانيزم اللي مستخدمه ممكن نبد نصنف كمان لاربع مجموعات، كمان مره هون التصنيف بحسب نوع الاكشويتنج ميكانيزم اللي مستخدمينها. طيب اول نوعين في عندنا هذول شبيهات جدا بعضهم، اكسباندينج رينج والسنترفيوجل. هسه هذول الاثنين عاده يستخدموا ككلتش مش كبريك، وفي الحالتين احنا بنعتمد على السنترفيوجل فورس. طيب اكسباندينج رينج هاي في عندنا اكزامبل اللي شايفينه هون، في عندنا هاي القطعة بتكون داخل درام،
هسه مع زيادة السرعة بتزيد السنتريفيوغال فورس وبيبلش يصير عندنا اكسبانشن في هاي، فبتبلش تحتك مع السطح الداخلي للدرام. هذه عادة بيستخدموها ككلتش، وفعليا هذا الكلتش بصير له اكتيفيشن على سرعة معينة. يعني لاحظ انه على سرعات بطيئة ما بيكونش في عندنا اكسبانشن كافي عشان يبلش يحتك مع الدرام ويوصل التو شافتس مع بعضهم. لما يوصل الشافت لسرعة معينة بيكون الاحتكاك كافي وبلشوا التو شافتس يلفوا بنفس السرعة. طيب هذا نسميه اكسباندينج. طيب سنتريفيوغال اللي موجود هنا فعليا يعني فكرته شبيهة جدا، بيعتمد على السنتريفيوغال فورس، بس هون بكون عندنا قطعة متحركة. فمثلا اللي عندنا هنا في عندنا 3 شوز، كل واحد مثبت من خلال بيفوت وفي له سبرينج عشان يخليه مشدود لجوا. هاي القطعة كمان مرة تكون داخل الدرام. على السرعات البطيئة ما فيش عندنا سنتريفيوغال فورس كافية انه يعني تحرك الشوز لبرا، كل ما زادت السرعة بتزيد السنتريفيوغال فورس، فكل واحد هذول الشوز ببلش يتحرك لبرا في غير دايركشن وبلش يضغط على السطح الداخلي للدرام. عند سرعة معينة بيكون في عندنا فريكشن كامل عشان يصير عندنا كومبليت كوبلينج ما بين قطعتين. فهذا كمان مرة برضه بنستخدمه از كلتش. كمان مرة هذول بصير لهم اكتيفيشن كامل عند سرعة معينة. فعليا هذا ديزاين كثير بيستخدموه في الباور تولز، اشياء مثلا زي الدريل زي الصاروخ الكهربائي. فعليا في بداية حركة دريل الماتور الكهربائي ما بعطينا تورك عالي، ما بعطيناش باور عالية من البداية، فما بدناش انه الماتور الكهربائي يكون متصل مثلا مع ريشة الدريل او مع الفايبر تبع الصاروخ من البداية، عشان في البداية ممكن انه يحاول الماتور يتحرك وما يقدرش عشان في فورس مثلا بتعيب حركة الريشة او حركة الفايبر. ففعليا بيكون في عندنا كلتش زي هيك بتخلي الماتور يلف فريلي في البداية، لما يوصل لسرعة معينة بصير عندنا كوبلينج ما بين الماتور والدريفن كومبوننت وبالتالي بيشتغل الجهاز اللي عندنا. يعني طبيعي هاي العملية احنا ما بنلاحظها عشان تاخذ اجزاء من الثانية. طيب غير عن هذول النوعين الاكشواليتي ميكانيزم ممكن يكون عندنا ماجنتيك. هسه الماجنتيك كمان مرة يعني ممكن نتخيل اشي زي هيك، بدل ما يكون عندنا هيدروليك سيستم ممكن يكون عندنا شيء بيعتمد على الماجنتيك فورس. يعني ممكن يكون عندنا كويل مع ستيل كور في المنتصف، نمرر التيار بقيمه معينه فبتزيد الفورس. فيعني هو ببساطه تطبيق اكشويتنج فورس بالاعتماد على الماجنتيك افكت. طيب غير هيك الشيء اللي شائع اكثر مستخدم اكثر اللي هو اما هيدروليك او نيوماتيك. هيدروليك اللي هو النظام المستخدم في السيارات، هذا السلندر بيدخل عليه زيت هيدروليك فلويد. نيوماتيك اللي هو النظام بيعتمد على الهواء، فبيكون يعني عندنا سلندرز بيدخل جواه هواء مضغوط، وفعليا النيوماتيك سيستم مستخدم في الغالب في الشاحنات. الشاحنات في الغالب تستخدم نيوماتيك سيستم، السيارات تستخدم عادة الهيدروليك سيستم. طيب بعد ما تعرفنا بشكل مختصر على الديزاينز المختلفة والأنواع المختلفة من الأكشويتنج ميكانيزم، خلينا نشوف كيف بدنا نساوي أناليسز لريم بريك مع انترنالي اكسباندينج شو. فخلينا نفترض الكيس اللي عندنا هون. طيب هذه الرم تبعتنا أو الدرام، كمان مرة احنا هون نحكي عن درام مفرغة والشو موجود جواتها، فالشو راح يضغط على السطح الداخلي تبع الدرام. طيب راح نفترض انه الدرام تبعتنا بتلف بهذا الاتجاه، هذا هو الشو تبعنا بيفوتد هنا عند هاي النقطة، هذه هي فريكشن ماتيريال مطبقة على السطح. طيب ففي البداية خلينا نعرف الجيومتري اللي عندنا. السنتر أو الأوريجين تبع كولينيان سيستم راح نحطه هنا في السنتر تبع الرم. الإكس أكسس راح نخليه يمر من البيفوت بوينت، فإذا السنتر أو الأوريجين موجود هنا في السنتر، الإكس أكسس مار من خلال البيفوت بوينت. هسه الزوايا اللي ببلش عندها الشو واللي بنتهي عندها الشو، ثيتا 1 اللي هي الزاويه اللي ببلش عندها الشو او ببلش عندها فريكشن ماتيريال، ثيتا 2 اللي هي الزاويه اللي بتنتهي عندها فريكشن ماتيريال. ولاحظ انه هذول الزوايا راح تقسم من الاكس اكسس. طيب غير هيك زي ما انتم شايفين مطبقين اكشويتنج فورس اف. المسافه العموديه من الاكشويتنج فورس للبيفت بوينت، هاي المسافه مسمينها سي. طبيعي الدرام اللي عندنا الراديوس تبعها ار. غير هيك المسافة من السنتر لحد البيفوت بوينت، هاي المسافة راح نسميها A. طيب بعد ما شفنا كيف عرفنا الجيومتري تبعتنا،
هسا بدنا نبلش نفكر كيف بدنا نطبق البروسيجر تبعنا اللي هو ثلاث خطوات زي ما حكينا. الخطوه الاولى بدنا استيميت لشكل بريشر ديستريبيوشن. طيب لاحظوا هنا في عندنا كيرف شو بضغط على كيرف سيرفيس، فمتوقع انه يكون بريشر ديستريبيوشن ساينوسويد على شكل ساينوسويد. ففعليا راح يكون عندنا ساينوسويد بريشر ديستريبيوشن، يبلش بريشر زيرو عند زاويه ثيتا بتساوي زيرو، ماكسيمم بشكل عام عند زاوية 90، وبرد ينزل لزيرو عند زاوية 180 أو باي. طيب بس هنا بدنا ننتبه إنه ممكن يمر علينا تو كيسز بالنسبة للشو. الشو مش دائما بيكون لونج شو زي اللي شايفينه هون، ممكن في بعض الحالات يكون عندنا شورت شو. شو المقصود بشورت شو؟ شورت شو ببساطة شو هيبلش من هون وخلينا نحكي انتهى هون عند هذه الزاوية. فالزاوية اللي بنتهي عليها الشو أو الزاوية اللي بنتهي عليها فريكشن ماتيريال لاحظ إنها أقل من 90 درجة، فهذا نسميه شورت شو. الحالة الثانية لونج شو زي اللي شايفينه هون، الزاوية ثيتا 2 أكبر من 90 درجة. طيب هاي الشغلة شو راح تفرق معنا؟ راح تفرق معنا عشان زي ما حكينا بريشر ديستريبيوشن هو فعليا ساينوسويدال، إحنا بهمنا نحدد وين النقطة اللي عليها الماكسيموم بريشر، عشان زي ما حكينا الماكسيموم بريشر راح نخليه مساوي ل بي ال أو. ففعليا اذا كان عندنا شورت شو يعني زاويته الكامله ثيتا 2 اصغر من 90 درجه، الماكسيموم بريشر على هذا الشو راح يكون عند نهايه الشو عند ثيتا 2 اللي فعليا اصغر من 90. طيب اذا الشو اللي عندنا كان لونج شو يعني ثيتا 2 اكبر من 90 درجه، ففي هاي الحاله الماكسيموم بريشر راح يكون عند زاويه 90 درجه، مش راح يكون على نهايه الشو. طيب فإذا مهم في البداية إنه نحدد هل شو اللي عندنا لونج أو شورت عشان نحدد الزاوية اللي راح يكون موجود عليها الماكسيموم بريشر. هذه الزاوية اللي موجود عليها الماكسيموم بريشر راح نسميها ثيتا A، والماكسيموم بريشر اللي هو زي ما حكينا نسميه بي الاوبل هون راح نسميه بي A من باب الاختصار اللي هو الاوبل أو الماكسيموم بريشر. طيب أيضا زي ما حكينا شورت شو بي الاوبل بيكون موجود عند ثيتا 2، في حالة اللونج شو الماكسيموم بريشر بيكون عند زاوية 90 درجة. طيب هسا الخطوة الثالثة بدنا نساوي ستاتيك اناليسيس. هسا عشان نساوي ستاتيك اناليسيس فعليا انا اختصرت من هذه الرسمة عشان بدنا ندخل في التفاصيل تبع الانتجريشن. فعليا بريشر ديستريبيوشن زي ما احنا عارفين شيء ساينوسويدال زي هيك. ففعليا نحتاج نساوي انتجريشن ثيتا 1 ل ثيتا 2. طيب ثاني شيء بالنسبة للفريكشنال فورس، برضو الفريكشنال فورس هي فعلا تأثر هنا على السطح، بس برضو الفريكشنال فورس نان يونيفورم. ليش؟ عشان الفريكشنال فورس ناتج عن بريشر، فالمنطقة اللي عليها بريشر قليل راح يكون عليها فريكشنال فورس صغيرة، المنطقة اللي عليها بريشر أعلى راح يكون عليها فريكشنال فورس أكبر. فإذا برضو بالنسبة للفريكشنال فورس بما إنه فاريبل راح نحتاج انتجريشن. طيب هون احنا هسه خلينا نفكر في الفكرة العامة، هذا عندنا بيفوتنج شو بيأثر عليه اكشويتنج فورس. طيب زي الكيس اللي شفناها قبل شوي بما انه بيفوتد راح يكون في عندنا 3 كومبوننتس للمومنت حوالي النقطة A. شو هي 3 كومبوننتس للمومنت؟ أول شيء في عندي مومنت ناتج عن الاكشويتنج فورس اللي هو قيمته الاكشويتنج فورس في الفيرتيكال ديستانس C. طيب غير هيك راح يكون عندي مومنت ناتج عن النورمال فورس. المومنت الناتج عن النورمال فورس راح نسميه ام ان، وهسه راح نشوف الايكويشن تبعته، وفعليا الايكويشن تبعته راح يكون فيها انتجريشن ثيتا 1 لثيتا 2. طيب غير هيك المومنت الثالث اللي هو المومنت الناتج عن فريكشنال فورس، برضه بما ان فريكشنال فورس فاريبل راح نحتاج نسوي انتجريشن ثيتا 1 لثيتا 2. طيب هسه هون برضه راح يمر علينا الحالتين، حاله سيلف انرجايزنج وحاله سيلف دي انرجايزنج. امتى بكون سيلف انرجايزنج؟ إذا كان المومنت تبع الفريكشنال فورس في نفس اتجاه المومنت تبع الاكشويتنج فورس. طيب خلينا نطلع الحالة اللي عندنا. عندنا هنا روتيشن بهذا الاتجاه، فبالتالي الفريكشنال فورس راح تكون بهذا الاتجاه. هسا عشان ما يصيرش خربطة، بلاحظ مرات إنه الطلاب بتخربطوا في فكرة إنه لما نحكي روتيشن بهذا الاتجاه بتخيل إنه الفريكشنال فورس راح تكون بالاتجاه المعاكس. وفعلياً الفريكشنال فورس بالاتجاه المعاكس للدرام، بس إحنا هون مش راسمين في بال دايجرام للدرام. احنا هون رسمين فري باد دايجرام للشو، فبالنسبه للشو الفريكشنال فورس راح تكون في نفس اتجاه دوران الدرم. الدرم بتلف بهذا الاتجاه فبتعطينا فريكشن على السطح بنفس اتجاه دورانها، بينما الدرم نفسها الفريكشن تبعها معاكس. طيب فاذا هون الفريكشنال فورس تبعتنا بهذا الاتجاه، فلاحظ انه راح تعطيني مومنت بهذا الاتجاه اللي هو كلوك وايز والاكشويتد فورس كلوك وايز. فاذا هاي الحاله اللي شايفينها هي سيلف انرجايزنج. اذا روتيشن بالاتجاه المعاكس
راح تكون عندي سيلف دي انرجايزنج، وفي الحالتين هذه هي الايكويشن راح نستخدمها. اذا كان سيلف انرجايزنج اف الاكتويتنج فورس، يعني لاحظ لو اخذنا السي ضربناها هون هنا، ففعليا احنا نحكي عن المومنت اللي ناتج عن الاكتويتنج فورس. طيب الاكتويتنج فورس بتساوي المومنت اوف ذا نورمال فورسز ناقص المومنت اوف ذا فريكشنال فورسز تقسيم المسافه سي. هذا اذا كان سيلف انرجايزنج زي اللي شايفينه هون. طيب إذا كانت الروتيشن بالعكس راح يكون سيلف دي انرجايزنج، وقتها راح نحتاج قيمة عالية من الاكتويتنج فورس. شو راح تكون قيمتها؟ المومنت اوف ذا نورمال فورس زائد المومنت اوف ذا فريكشنال فورس تقسيم سي. السيلف دي انرجايزنج مفهوم، أكيد راح يحتاج قيمة عالية. هنا بيحتاج قيمة صغيرة، بس بدنا ننتبه إنه ما بدناش بريك السيارة يكون سيلف لوكينج. فكيف بدنا نضمن إنه ما يكون سيلف لوكينج؟ ما بدناش هذا يعطينا زيرو، يعني دائما بدنا يكون قيمة MN أكبر من قيمة MF عشان نضمن إنه البريك تبعنا ما يكونش سيلف لوكينج. بما إنه هذا بريك راح نستخدمه للسيارة، واحنا فعليا بدنا نقدر نتحكم في التورك اللي نعطيه للبريك من خلال تطبيق قيم مختلفة من الاكتويتنج فورس. طيب فإذا هذه هي الإيكويشن العامة عشان نحسب الاكتويتنج فورس في حالة سيلف انرجايزنج وفي حالة سيلف دي انرجايزنج. مر علينا نشوف الإيكويشن اللي من خلالها راح نحسب قيمة المومنت تبع النورمال فورسز والمومنت تبع فريكشن فورسز. طيب أول شيء الإيكويشن اللي نحسب من خلالها المومنت تبع النورمال فورسز، خلينا نطلع عليها نشوف شو الترمز الموجودة. أول شيء بي ألا أو بي، كمان مرة ممكن نسميها بي ألا أو بي إيه، في الإكزام اللي سويناها مسمينها بي إيه، مش بتفرقش معنا كثير. طيب بي ألا أو بي اللي هو الألا أو بي تبع الماتيريال، وزي ما حكينا راح يكون مساوي لقيمة الماكسيمم بريشر. يعني الأكشويتنج فورس اللي احنا بنحسبها هون اللي أكبر قيمة اللي راح توصل الماكسيمم بريشر للبي ألا أو بي زي ما حكينا. طيب إذا هاي اللي هي بي ألا أو بي تبعت الماتيريال. بي الثيكنس تبع الشو، شو له ثيكنس لجوا، فهاي قيمة الثيكنس. R الراديوس تبع الدرام، و A اللي هي المسافة معرفة عندنا هنا من السنتر لحد البيفوت بوينت أو لحد نقطة تثبيت البن. طيب على ساين ثيتا A، كمان مرة ثيتا A اللي هي الزاوية اللي بيكون عندها الماكسيمم بريشر، اللي هي ممكن تكون ثيتا 2 إذا كان شورت شو، أو راح تكون 90 درجة إذا كان لونج شو. انتجريشن ثيتا 1 ل ثيتا 2، ثيتا 1 هي الزاويه اللي تبلش عندها فريكشن ماتيريال، الزاويه اللي تنتهي عندها فريكشن ماتيريال. ساين ثيتا سكويرد دي ثيتا، فعليا هذا الانتجريشن لما نسويه راح تصفي معنا الايكويشن بالشكل التالي. فهون راح يكون عندنا ثيتا على 2 ناقص ربع ساين 2 ثيتا من ثيتا 1 ل ثيتا 2. طيب الايكويشن تبعت المومنت اللي ناتج عن فريكشنال فورس شبيهة نوعا ما، بس أكيد هون راح يزيد عندنا الترم تبع الكوفيشنت فريكشن. هذا الكوفيشنت فريكشن، بقية الترمز شبيهة باللي حكينا عنه فوق. انتجريشن ثيتا 1 لثيتا 2 ساين ثيتا في R ناقص A كوساين ثيتا دي ثيتا. بعد ما نساوي الانتجريشن راح يصفي معنا الترم بهذا الشكل كمان مرة من ثيتا 1 لثيتا 2. طيب بعد ما صارت عندنا الإيكويشن نحسب مثلها MF MN، فبالتالي نقدر نحسب قيمة الاكتويتنج فورس حسب الوضع اللي عندنا، هل هو سيلف انرجايزنج او سيلف دي انرجايزنج. طيب يظل علينا غير هيك نحسب قيمة التورك اللي هو هنا راح نسميه البريك كاباسيتي، يعني اكبر قيمة من التورك ممكن نحصل عليها بما اننا راح نوصل البريشر للماكسيمم فاليو اللي هي بي ال او بي. طيب هون في عندنا كوفيشنت فريكشن بي ال او بي بي R squared cosine theta 1 ناقص cosine theta 2 على ساين الزاوية theta A اللي عليها الماكسيمم بريشر. طيب غير هيك احنا بعدين يعني انتهينا من الاناليسز الأساسية تبع البريك. بضل انه نطلع الرياكشن فورسز اللي بتأثر على شو، برضو نفس الاشي كان في الاكزامبل الاولاني، كنا طلعنا equations تبعت الرياكشن. شو بتهمنا الايكويشنز تبعت الرياكشن؟ هاي بالنسبه للديزاين تبع البن، يعني هون بدنا نحط بن راح يتعرض لهذه الفورسز اللي هي راح تكون عباره عن شير فورسز، فعلى اساس نقدر نساوي ديزاين للبن اللي بدنا نثبت من خلاله شو، لازم كمان نحسب الرياكشن فورسز. طيب فرياكشن فورسز راح تنحسب من خلال هاي الايكويشن، كمان مره هنا نستخدم سميشن فورسز x يساوي 0 في y يساوي 0 بيطلع معنا الرياكشن فورسز. هذه الإيكويشن تبعت Rx و Ry إذا كان عندنا self energizing، هذه إذا كان عندنا self de-energizing. الإيكويشن عشان يعني فيها terms كبيرة فحطوا فيها A و B، وهي عرفونا هنا A
وبي. طيب هسه هون مهم جدا ننتبه لشغله مهمه خصوصا لما نحكي عن قيمه ار واي رياكشن ار واي كيف الاكسس تبعتنا نعرفها. فخلينا نرجع هون للصوره. طيب احنا حكينا دائما الاوريجن بنحطه هون في السنتر، الاكس اكسس لازم يمر من خلال البن، الواي اكسس دائما لازم يكون باتجاه الشو. يعني اذا الشو تبعنا كان لفوق زي هيك بنحط الواي اكسس لفوق، اذا الشو هذا كان من تحت كمان مره الاكس بمر من خلال البن والواي راح يكون لتحت في نفس اتجاه الشو. فاذا دائما الواي لازم يكون في نفس اتجاه الشو. فهيك لما نحسب قيمه الرياكشن ار واي اذا طلعت بوزيتيف يعني في اتجاه الواي اللي احنا مرجينه، اذا كانت نيجاتيف معناته بالاتجاه المعاكس. فبدنا ننتبه للكورينت سيستم تبعنا لما نستخدم الكورينت. طيب بعد ما شفنا الايكويشنز اللي عندنا خلينا نشوف اكزامبل من الكتاب اللي هو 16-2. طيب شو عندنا في هذا الاكزامبل؟ طيب ففي عندنا هنا درام بريك زي ما احنا شايفين مع انترنال شوز، هذا اللي هو التيبيكال كونفيجريشن زي ما حكينا بنستخدمه في البريكات الخلفيه للسياره. طيب بيكونوا بيفوتد هنا، هذه هي الدرام من برا، وهون بيكون عندنا الهيدروليك سلندر لما يدخل عليه الزيت بيطبق نفس القيمه الاكشويتنج فورس على ليفت هاند شو على رايت هاند شو. طيب الجيومتري اللي عندنا زي ما انتم شايفين معرف لنا الجيومتري كامله، ان كان مسافات ان كان زوايا كل شيء، والراديوس تبع الدرام اللي موجود عندنا. طيب اذا بالنسبه للجيومتري معرفه على الرسمه زي ما احنا شايفين. غير هيك شو المعلومات الثانيه اللي معطينا اياها؟ فبيحكي لنا انه اللايننج اللي هو الفريكشن ماتيريال مصنوعه من مولدد اسبستوس. بالنسبه للمولدد اسبستوس قيمه الكوفيشنت فريكشن F لهذه الماتيريال بتساوي 0.32. غير هيك الماكسيمم بريشر اللي بتتحمله هاي الماتيريال اللي هو PA او P allowable راح تكون قيمته 1000 كيلو باسكال. وغير هيك برضه بحكي لنا انه طيب الثيكنس تبع الشوز يعني الثيكنس تبعها لجوا اللي هي B بتساوي 32 ملي متر. طيب اذا هاي المعلومات اللي معطينا اياها في السؤال بالاضافه للجيومتري اللي مبينه في الرسمه. شو اللي مطلوب منا؟ استيميت ذا ماكسيمم اكشويتنج فورس بريكنج كاباسيتي هنج بن رياكشن. طيب فطالب منا نحسب قيمه الماكسيمم اكشويتنج فورس اللي ممكن نطبقها على البريك في هاي الحاله. فنجي نطلع هون. طيب اكشويتنج فورس بدنا ننتبه هون انه الاكشويتنج فورس هي نفسها رح تطبق على الليفت هاند شو على الرايت هاند شو. طيب بس فعليا احنا لما بدنا نحسب زي ما حكينا هون ممكن يكون عندنا حاله من حالتين، اما سيلف انرجايزنج او سيلف دي انرجايزنج. فبدنا ننتبه هل الشوز اللي عندنا هل هي سيلف انرجايزنج او سيلف دي انرجايزنج؟ الدرام بتلف بهذا الاتجاه، فاذا الفريكشن على سطح الشوز راح يكون زي هيك في نفس اتجاه دوران الدرام، ونفس الشيء هون هاي اتجاه فريكشنال فورس. طيب بما انه هذا هو اتجاه فريكشنال فورس كمان مره امتى بيكون الشو تبعنا سيلف انرجايزنج؟ اذا كان المومنت تبع فريكشنال فورس في نفس اتجاه المومنت تبع الاكشويتنج فورس، واذا كان بالعكس بيكون سيلف دي انرجايزنج. خلينا نطلع على ليفت هاند شو في الاول. طيب الاكشويتنج فورس تعطينا مومنت بهذا الاتجاه، فريكشنال فورس فعليا تعطينا مومنت بالاتجاه المعاكس، فاذا هذا راح يكون سيلف دي انرجايزنج. بالنسبه لهذا الاكشويتنج فورس تعطينا مومنت كلوك وايز، والفريكشن فورس برضه بتعطينا كلوك وايز مومنت حوالي البيفوت بوينت، فاذا هذا سيلف انرجايزنج. فاذا رايت هاند شو سيلف انرجايزنج، ليفت هاند شو سيلف دي انرجايزنج. طيب فاذا لما بدنا نسوي اناليسيز لهذا راح نستخدم سيلف انرجايزنج ايكويشنز لهذا سيلف دي انرجايزنج ايكويشن. طيب هون مطلوب مننا نحسب قيمه الماكسيمم اكشويتنج فورس. هسه الماكسيمم اكشويتنج فورس هل راح نحسبها بناء على الليفت هاند شو ولا الرايت هاند شو؟ هسه في الواقع عشان نحصل على نفس الاداء احنا بنحتاج لفورس اعلى على الليفت هاند شو عشان سيلف دي انرجايزنج. بس هون بدنا ننتبه لشغله انه الماتيريال لها قدره معينه على التحمل، فيعني لو طبقنا فورس هون تعطينا ماكسيمم بريشر على الليفت هاند شو مساوي للالاوبل، نفس الفورس على الرايت هاند شو راح تعطينا بريشر اعلى من الاوبل، فراح تخرب البريك او راح تخرب هذا الشو.
فإذا احنا هنا اكيد لازم نشتغل نسوي الاناليسيس في البداية على الرايت هاند شو، على اساسه راح نطلع شو قيمة الاكشويتنج فورس، اكبر قيمة الاكشويتنج فورس ممكن نطبقها. لما نطبقها راح توصل البريشر على الرايت هاند شو ل بي ال الاول. هسه نفس القيمة راح تكون مطبقة هنا، بس لما نطبقها هنا مش راح تعطينا الماكسيمم بريشر مساوي لل الاول، راح تعطينا ماكسيمم بريشر اصغر من لل الاول. طيب اذا احنا هون عشان نحسب الماكسيمم اكشويتنج فورس لازم نشتغل على الرايت هاند شو. طيب عشان نشتغل على الرايت هاند شو كمان مره زي ما احنا شايفين الجيومتري عندنا مبينه كامله، خلينا ناخذ بعض الارقام اللي راح نحتاجها في الايكويشن تبعتنا. طيب اول شيء في الايكويشن تبعتنا راح نحتاج ثيتا 1 وثيتا 2. ثيتا 1 ثيتا 2 اللي هي الزاويه اللي تبلش عندها فريكشن ماتيريال تنتهي عندها فريكشن ماتيريال. زي ما حكينا دائما الاكس اكسس لازم يمر من خلال البيفوت بوينت، والواي اكسس زي ما حكينا بنحطه عمودي باتجاه الشو. طيب عموما لاحظ هون فريكشن ماتيريال بلش هون، فاذا ثيتا 1 بتساوي 0. طيب تنتهي هون عند زاوية 126 درجة، فثيتا 2 بتساوي 126 degrees. طيب غير هيك كان واضح انه الشو اللي عندنا لونج شو، فاذا الماكسيمم بريشر راح يكون عند الزاويه 90 درجه، فثيتا اي بتساوي 90 درجه. طيب غير هيك في الايكويشنز تبعتنا راح نحتاج المسافه سي اللي هي المومنت ارم تبع الاكشويتنج فورس اللي هي مسافه من هون لهون. سي راح تكون مساويه ل 100 زائد 112، فإذا المسافة C بتساوي 212 ملي متر. R معروفة اللي هي 150 ملي متر. غير هيك راح نحتاج المسافة A. المسافة A اللي هي المسافة من السنتر لحد البيفوت بوينت اللي هي هذه المسافة. هاي المسافة مش معطيناها بشكل مباشر، بس نقدر نحسبها اللي هي 112 سكويرد زائد 50 سكويرد تحت الجذر، هايها معوضينها فوق هنا، فبطلع معانا المسافة A اللي هي بتساوي 122.7 ملي متر. طيب هاي المعلومات اللي راح نحتاجها في الحل. هسه هيك صارت عندنا معلومات كاملة ونبلش نقدر نشتغل. طيب الإيكويشن اللي راح نستخدمها عشان نحسب الأكشويتنج فورس زي ما حكينا راح نشتغل على الرايت هاند شو، فراح نستخدم هذه الإيكويشن اللي هي تبعت السلف دي انرجايزنج. طيب عشان نستخدم هاي الايكويشن في البدايه راح نحتاج المومنت تبع النورمال فورسز والمومنت تبع فريكشنال فورسز، فخلينا نبلش حسابات هذول. المومنت تبع فريكشنال فورسز هاي الايكويشن تبعتنا، الليمتس تبع الانتجريشن من ثيتا 1 اللي هي 0 لحد ثيتا 2. طيب اذا لما نعوض الليمتس تبعتنا هاي الايكويشن راح تتبسط وتصير بالشكل التالي. فبما ننتبه انه هاي الايكويشن اللي عندنا هون ما هيش جنرال ايكويشن، هذه بس طلعت معانا بهذا الشكل عشان ثيتا 1 بتساوي 0. لا ثيتا 1 بتساوي 0، كوساين 0 1، فصار عندنا نيجاتيف ار، وبما انه بناخذ ثيتا 2 ناقص ثيتا 1 فطلعت معانا هون ار. هاي ار اجتنا لما عوضنا 0 وهذا اجانا لما عوضنا ثيتا 2. فكما مرة هاي ما هيش general equation، هاي بس special equation للكيس اللي عندنا. طيب بدنا نعوض هاي equation، الترمز اللي عندنا coefficient friction already موجود، PA اللي هو الالاول 100 كيلو باسكال، B thickness تبع الشو 32 ملم، R radius 150 ملم، sin theta A، theta A 90 فالsin تبعها راح يعطينا 1، وغير هيك بقية الترمز برضو كلها موجودة وA حسبناها. طيب فخلينا نشوف التعويض في هاي الايكويشن. فهاي عوضنا في هاي الايكويشن، بدنا ننتبه انه البريشر عندنا بالكيلو باسكال فحولناه لباسكال، و ار و بالنسبه لبي حولناها بالمتر عشان يطلع معنا اليونتس تبعت المومنت بنيوتن في متر. طيب اذا هاي المومنت تبع فريكشن فورسز طلع 304 نيوتن في متر. طيب نفس الشيء بدنا نحسب المومنت اللي ناتج عن النورمال فورسز. هذه هي الايكويشن بصيغتها العامة من ثيتا 1 لثيتا 2، وثيتا 1 0، فلما نعوض ال 0 لاحظ يعني انه كل التيرم تبعت 0 راح تعطينا 0، مش راح يظل عندنا غير ثيتا 2. طيب هسه في هاي الايكويشن بدنا نعوض، فخلينا نشوف شو التيرمز اللي عندنا. بي اي
اللي هي 100 كيلو باسكال بي ار اي كلها موجوده. طيب هون بدنا ننتبه لما بنعوض هنا ثيتا 2. هسه لما بنحسب ساين وكوساين مش مشكله تستخدم راديان تستخدم ديجريز على حسب السيتنج تبع الاله الحاسبه، بس لاحظ هون لما بتعوض قيمه ثيتا 2 ما بنقدر نعوضها بديجريز، فيعني لاحظ احنا فعليا حولينها لراديانس، فضربين هنا عشان نحول ثيتا 2 لراديانس، والمسافات بالمتر، البريشر بالباسكال، وبيطلع معانا قيمة المومنت تبع النورمال فورسز 788 نيوتن متر. طيب صار عندنا المومنت تبع النورمال فورسز، مومنت تبع فريكشن فورسز، راح نعوض هسه في الايكويشن تبع الاكشويتنج فورس، فهذه راح تعطينا قيمة الماكسيمم اكشويتنج فورس اللي لو طبقتها على الرايت هاند شو راح توصل الماكسيمم بريشر ل 1000 كيلو باسكال اللي هي راح تطلع 2.28 كيلو نيوتن. طيب بس تنبيه على التعويض في هاي الايكويشن في الكتاب، وبعدين يعني طريقته بتخربط شوي، هذه بنيوتن متر، هذه اللي هي المسافه سي عوضها بالمليمتر، وحكى انه الجواب راح يطلع بالكيلو نيوتن، اذا بدكش تتخربط بهذا الحكي هذه نيوتن متر، هاي حولها لمتر وبيطلع معك جواب بنيوتن، بعدين حوله زي ما بدك. طيب فاذا هاي قيمه الاكشويتنج فورس، ما هي خلصنا الفقرة إيه؟ حسبنا الـ Actuating Force 2.28 كيلو نيوتن، وهذه الفورس راح نطبقها على الـ Right Hand Shoe نفسها على الـ Left Hand Shoe. طيب الفقرة الثانية مطلوب منا الـ Maximum Braking Capacity. أوكي الـ Capacity تبع هذا الـ Brake. فإذا هون بنحسب التورك، بنحسب التورك اللي بعطينا إياه الـ Right Hand Shoe، وبنحسب التورك اللي بعطينا إياه الـ Left Hand Shoe، نجمعهم مع بعض عشان نحصل على brake capacity. طيب نبلش اول شيء نحسب التورك اللي بعطينا اياه الرايت هاند شو، هذه هي الايكويشن تبع التورك، كمان مره على الرايت هاند شو الماكسيمم بريشر مساوي للاول، فهنا راح نعوض 1000 كيلو باسكال، كوساين ثيتا 1 اللي هي كوساين 0، كوساين ثيتا 1 اللي هي 120 درجه. من الايكويشن بيعطينا قيمه التورك اللي بيعطينا اياه الرايت هاند شو اللي هو 366 نيوتن في متر. طيب هسا نفكر في الليفت هاند شو، هل الليفت هاند شو راح يعطينا نفس قيمة التورك؟ الجواب أكيد لا، احنا فعليا مطبقين نفس الفورس على الجهتين، بس هذا سيلف انرجايزنج، الفريكشن مساعدنا، فبالتالي البريشر موصل للماكسيموم. هسا لما نطبق نفس الفورس هنا، بما انه هذا سيلف دي انرجايزنج، الماكسيموم بريشر تبعه مش راح يوصل للماكسيموم، مش راح يوصل ل 1000 كيلو باسكال، فعليا راح يكون أقل. فقبل ما نقدر نحسب التورك اللي بعطينا اياه الليفت هاند شو، بدنا نحسب شو قيمه الماكسيمم بريشر على الليفت هاند شو. فاذا هنا عشان نحسب قيمه الماكسيمم بريشر خلينا نطلع شو بدنا نساوي. طيب هذه هي الايكويشن اللي بنستخدمها مع السيلف دي انرجايزنج، تحكي لنا الاكشويتنج فورس واحنا اوريدي قيمتها معروفه بالنسبه لنا 2.26، بتساوي المومنت تبع النورمال فورسز زائد المومنت تبع الاكشويتنج تبع الفريكشنال فورسز تقسيم سي. طيب الاكشويتنج فورس معروفه، النون تبعنا موجود في هذول الايكويشنز، لاحظ هذول الايكويشنز سواء ام ان او ام اف بيدخل فيها بي اي، وكمان مره بي اي اللي هي قيمه الماكسيمم بريشر، في حاله الرايت هاند شو الماكسيمم بريشر كان مساوي للاول، بس هنا قيمته مختلفه، فاذا في هاي الايكويشن كل شيء معروف ما عدا الـ PA بالنسبة لـ MM، ونفس الشيء بالنسبة لـ MF. MF برضو فيها PA، فكل شيء في هذه الإيكويشن معروف ما عدا PA. فبنرد نعوض في الإيكويشن تبعت MN و MF، بس بنخلي PA هي الأنون تبعنا. طيب فهذا اللي احنا مسويينه هون، بس أكيد بدل ما نرد نعوض الإيكويشن كاملة حكى راح ناخذ القيمة اللي حسبناها أول مرة ونضربها في PA الجديدة تقسيم PA القديمة اللي هي 1000، فهذا ضربناها في PA الجديدة على 1000 وهذا ضربناها في PA الجديدة على 1000، أخذنا هاي MN وهاي MF عوضناهم في الإيكويشن هاي، فلاحظ هاي الإيكويشن فيها أنون واحد اللي هو PA، فمن هنا طلع معانا قيمة PA 443 كيلو باسكال. كمان مرة شو هاي القيمة؟ هاي قيمة الماكسيمم بريشر وين؟ على الليفت هاند شو. وين بالضبط؟ على زاوية 90، ف 90 درجة من هنا بيكون عندنا ماكسيمم بريشر هنا قيمته 443 على الليفت هاند شو، على الرايت هاند شو على زاوية 90 بيكون عندنا ماكسيمم بريشر قيمته 1000 كيلو باسكال. طيب
حسبنا قيمة البريشر. هسا نرجع نحسب قيمة التورك. لاحظ انه فعليا هون في التورك PA اللي بدنا نعوضها هي فعليا قيمة الماكسيمم بريشر الفعلية. يعني الليفت هاند شو احنا هون راح نعوض 443، مش راح نعوض 1000 عشان الماكسيمم بريشر هون هو 343. طيب اذا هاي الايكويشن راح نعوض هون 443 وبيطلع معانا قيمة التورك اللي بيعطينا اياه الليفت هاند شو اللي هو راح يطلع 162. فلاحظ الليفت هاند شو بعطينا بس 162 نيوتن متر، بينما الرايت هاند شو قديش بعطينا؟ بعطينا 366. ليش هذا بعطينا اكثر؟ عشانه سيلف انرجايزنج، هذا سيلف دي انرجايزنج وبعطينا اقل. طيب نجمعهم مع بعض عشان نحصل على البريك كاباسيتي تبع البريك كامل، ف تي ار زائد تي ال، فالبريك كاباسيتي للبريك كامل طبيعي هون الماكسيمم بريك كاباسيتي لما نطبق الاكشويتنج فورس كاملة راح يعطينا هذا البريك 528 نيوتن متر من التورك. طيب الفقرة الأخيرة سي طالب منا نحسب الهنج بن رياكشنز. طبيعي لما نكون مطبقين الاكشويتنج فورس كاملة الماكسيمم، فبالنسبة للهنج بن رياكشنز زي ما حكينا هي مجرد تطبيق في الايكويشنز. بدنا ننتبه كمان مرة بدي ارجع اكد على تعريف الاكسس، هاي الاوريجن. بالنسبة للرايت هاند شو هاي الاكس اكسس، هاي الواي اكسس اتجاه الشو. بالنسبة للليفت هاند شو هاي الاكس اكسس تبعه، هاي الواي اكسس تبعه باتجاه الشو. بنعوض في الايكويشنز وبنحسب ار اكس وار واي وبتطلع معانا القيم، مجرد تعويض مباشر في الايكويشنز. فلاحظ انه الرياكشنز تبعت الرايت هاند شو طلعت كبيرة، الرياكشنز تبع الليفت هاند شو طلعت صغيرة، فيعني فعليا هذا البن هو الكريتيكال. هون بدنا ننتبه بالنسبة ل Rx فعليا لما عوضنا Rx في الإيكويشن طلعت معانا نيجاتيف، فلاحظ هاي اتجاه البوزيتيف X طلعت نيجاتيف حطيناها لجوا باتجاه النيجاتيف X. طبيعي كل واحد من هذول ناخذ الريزلتان تبعها، وهاي اللي هي قيمة الشير فورس اللي بأثر على البن. طيب احنا هيك خلصنا من حل الإكزامبل، بس بدنا نفكر في بعض النقاط المهمة. طيب أول شيء البريك اللي عنا له تو شوز، واحد منهم سيلف انرجايزنج والثاني سيلف دي انرجايزنج. طيب هسا مش راح يكون افضل لو اثنين كانوا سيلف انرجايزنج؟ اكيد راح يكون افضل، يعني هذا راح يعطينا 366 كيلو نيوتن والثاني برضه راح يعطينا 366 كيلو نيوتن، اذا قدرنا نخليه سيلف انرجايزنج. طيب كيف ممكن نخلي هذا سيلف انرجايزنج؟ فعليا هذا ممكن نخليه سيلف انرجايزنج لو مسكناه وقلبناه زي هيك، يعني خلينا البن من فوق والاكشويتنج فورس تطبق تحت، وقتها هذا راح يكون سيلف انرجايزنج وهذا راح يكون سيلف انرجايزنج. هذا راح يعطينا 366 نيوتن متر تورك وهذا راح يعطينا 366 نيوتن متر تورك. هسه فعليا اكيد يعني راح نحتاج ميكانيزم شويه مختلفه عشان نقدر بالنسبه لهذا نطبق الاكشويتنج فورس هنا، بالنسبه لهذا نطبق الاكشويتنج فورس نفسه هنا، يعني راح يلتزم ميكانيزم مختلفه، بس مش هون المشكله. فعليا هذا الحكي اللي احنا اقترحناه هنا انه نعكس هذا راح يسبب لنا مشكله. شو المشكله اللي راح يسبب لنا اياها؟ لاحظ انه هون نحكي عن بريك سياره، السياره مش دائما تمشي لقدام، يعني في معظم الوقت تمشي لقدام، بس بعض السيارات ممكن تمشي بالريفرس، واحنا بدنا نفس الاداء للبريك سواء كانت ماشيه لقدام او كانت ماشيه بالريفرس. فلاحظ لو قلبنا هذا زي هيك صار هذا سيلف انرجايزنج، هذا سيلف انرجايزنج. هذا الحكي صحيح بما انه السياره تمشي لقدام، يعني العجل بيلف بهذا الاتجاه، بس إذا عكسنا اتجاه الروتيشن راح يصير هذا سيلف دي انرجايزنج وهذا سيلف دي انرجايزنج. ففعليا يعني احنا لما نطبق نفس الفورس وهي سيارة راجعة بالريفيرس، البريك مش راح يمسك بنفس القوة اللي بيمسك فيها وهي سيارة ماشية لقدام. أكيد هذا الاشي مش مرغوب في السيارة، فلهذا السبب ما بيسووه. ففعليا بريكات السيارة بتكون زي هيك، واحد منهم بيكون سيلف انرجايزنج اللي هو عادة بيكون الشو اللي من جهة القدام، واحد بيكون سيلف دي انرجايزنج. هذا الحكي على اساس انها ماشي السياره تمشي فورورد لقدام. طيب لاحظ انه بما انه هذا سيلف انرجايزنج عليه بريشر اعلى، فبالتالي راح يصير في تاكل اكثر، وبعدين هذا الشيء بصير في السيارات، يعني عادة واحد من الشوز بتاكل بشكل اسرع من الشو الثاني. هسه يعني صاروا يحاولوا يخففوا من هاي المشكله من خلال نحطوا سماكه اكثر للفريكشن ماتيريال او سماكه اكثر لللايننج على هذا الشو، عشان هو فعليا راح يتاكل اكثر عشان نو سيلف انرجايز. طيب اذا هيك خلصنا من هذا الاكزامبل، نرجع في عندنا بعض النقاط السريعه. طيب احنا
اللي كنا نحكي عنه لحد الآن هو rim brakes مع internal expanding shoes. طيب خلينا نفكر هسا إذا كانت shoes external. لو افترضنا إن في عنا brake زي هذا، لاحظ هذا ممكن سبعته مختلفة شوي. هذا بيشتغل على الهواء pneumatic، ففي عنا هنا زي ring زي مخدة هوائية بيدخل فيها pressure، فهذه shoes بلش تضغط على السطح الخارجي. طيب هسا إذا عنا brake زي هيك، هل هذا البريك ممكن يمر في الحالتين تبعت سيلف انرجايزنج وسيلف دي انرجايزنج زي اللي حكينا عنهم قبل هيك؟ فعليا لا، هذا ملوش علاقه بفكره السيلف انرجايزنج والسيلف دي انرجايزنج. بدنا نكون فاهمين انه السيلف انرجايزنج والسيلف دي انرجايزنج اللي حكينا عنهم كنا بالتحديد بنحكي على بريكس الشوز تبعتها بيفوتد، ثبت من خلال بين، فبالتالي هون راح يكون في عندنا 3 مومنت 3 كومبوننتس للمومنت، مومنت تبع الاكشويتنج فورس، مومنت تبع فريكشن فورس، مومنت تبع النورمال فورس. طيب بينما بالنسبه للبريك زي هذا، بما انه الشوز ما هيش بيفوتد، فاذا يعني فعليا بيعطينا نفس الكاباسيتي سواء لف زي هيك او لف زي هيك، ما في عندنا المشكله تبعت سيلف انرجايزنج او سيلف دي انرجايزنج. طيب هسه لو كانت الشوز اللي عنا بدل ما تكون internal shoes تضغط من جوا على السطح الداخلي للدرام، لو كانت خارجية بتضغط على السطح الخارجي زي اللي شايفينه هون. طيب شو اللي راح يفرق ولا شيء؟ نفس الاناليسيس بروسيجر، هاي الاوريجن، هاي الاكس اكسس، الواي اكسس باتجاه الشو، ثيتا 1 اللي هي الزاويه اللي بلش عليها الفريكشنال ماتيريال بنقيسها من الاكس اكسس، وثيتا 2 اللي هي الزاويه اللي بنتهي عليها. ممكن يكون عندنا لونج شو او شورت شو، نفس الفكره، هذه هي المسافه سي من هون لهون اللي هي المسافه اي، وراح نستخدم نفس الايكويشنز. فاذا يعني نفس الايكويشنز اللي مروا علينا هناك راح نستخدمهم برضو في حاله انه الشوز اللي عندنا كانت اكسترنال شوز. بس هون بدنا ننتبه امتى راح يكون سيلف انرجايزنج امتى راح يكون سيلف دي انرجايزنج. طيب فبالنسبة لو كان اتجاه الدوران زي هيك، بالنسبة لهذا الشو فعليا هل هو سيلف انرجايزنج او هل هو سيلف دي انرجايزنج؟ فعليا اللي شايفينه هنا هو سيلف دي انرجايزنج. ليش؟ المومنت تبع الاكشويتنج فورس بيعطينا كاونتر كلوك وايز روتيشن، بينما المومنت تبع الفريكشن فورس بيعطينا كلوك وايز روتيشن، مو عكس. فاذا هذا سيلف دي انرجايزنج شو. لو كان بالعكس او لو عكسنا اتجاه الدوران راح يصير سيلف انرجايزنج. طيب الايكويشنز هي نفس الايكويشنز اللي مروا علينا قبل هيك بالنسبه لام ان وام اف، وهذه الايكويشن تبع الاكشويتنج فورس في حال سيلف دي انرجايزنج، وهذه تبع سيلف دي انرجايزنج. اختلاف بسيط في الايكويشنز تبعت ار اكس وار واي، وهذه الايكويشنز تبعت ار اكس وار واي. طيب اخر شيء في عنا هذا البريك اللي في فيجر 16-12، خلينا نطلع عليه بشكل سريع. 16-12 طيب فهمنا في هذا الفيجر كمان مرة ريم بريك مع اكسترنال شو، وهذا الشو زي ما انتم شايفين بيفوتد. طيب بس هذا الشو زي ما احنا شايفين هو فعليا سيمتريك بالنسبة للبيفوت بوينت، ففي هذه الحالة مع هذا اتجاه الدوران هل هذا الشو اللي عندنا سيلف انرجايزنج او سيلف دي انرجايزنج؟ في الواقع لا هو سيلف انرجايزنج ولا هو سيلف دي انرجايزنج. هون ما فيش عندنا شغله سيلف انرجايزنج وسيلف دي انرجايزنج. ليش؟ عشان في عندنا سيمتري للشو، يعني جزء منه راح يعطينا نوعا ما سيلف انرجايزنج بيهيفير، الجزء الثاني سيلف دي انرجايزنج. اذا انعكست تنعكس الوضع، بس بما انه سيمتريك زي هيك ما بفرقش. إذا مطبقين هنا فورس معينة بيعطينا نفس البريكنج كاباسيتي أو نفس التور كاباسيتي سواء كانت الروتيشن زي هيك أو زي هيك، بما إنه في عندي شو مع بيفوت موجود في النص، فهون ما فيش عندنا سيلف انرجايزنج وسيلف دي انرجايزنج. طيب إذا هيك بنكون خلصنا من أول موضوع عندنا في شابتر 16، والمحاضرة الجاية بنشوف نوع ثاني أنواع البريكس والكلتشز.